أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى حديث المساء. على صعيد الوساطات السياسية، هناك تصريح لافت للمبعوث الأمريكي إلى اليمن ليندر كين، قال فيه أنه ينتظر إشارة الحوثيين للبدء في عملية السلام. ليندر كين الذي كان أيضا التقى الحوثيين في مسقط والتقى أيضا الشرعية والسعودية في الرياض، عاد إلى واشنطن وقال أنه سيعود إلى المنطقة إذا أصبح الحوثيين مستعدين لعملية السلام. في المقابل جماعة الحوثي هاجمت المبعوث الأمريكي وقالت أنه عرض عليهم شروطا سعودية وأنهم إذا قبلوا بهذه الشروط سيقبلونها من السعودية بشكل مباشر، لكن مصادر قالت أن هناك ربما تفاهمات أو قبول مبدئي من قبل الحوثيين في مسقط بالرؤية الأمريكية وأيضا الأممية لوقف إطلاق النار، لكنهم يعلنون الرفض لتحسين شروط هذه الهدنة أو هذا الاتفاق الذي يسعى إلى تحقيقه المبعوث الأمريكي وكذلك أيضا المبعوث الأممي. من المعلن عن هذه المبادرة هو الإعلان المشترك لوقف إطلاق النار، ومن ثم حظ جميع الأطراف إلى الذهاب إلى حوار سياسي ينتهي بتسوية سياسية. حول هذا الموضوع معي في الاستوديو الأستاذ خطاب الروحاني، صحفي والمحلل السياسي. أهلا بك أستاذ خطاب. أهلا وسهلا. وأيضا معنا من واشنطن الأستاذ عبد الغني اللورياني، الباحث والمحلل السياسي. أهلا بك أستاذ عبد الغني. أهلا وسهلا. صحح أنه الباحث في مركز صنعاء للدراسات. نعم، سنصحح الصفة، الباحث في مركز صنعاء للدراسات. ونذهب أعزائي المشاهدين إلى متابعة هذا التقرير ومن ثم نعود للاستديو للتحليل. بعد مباحثات أجراها معهم في العاصمة العمانية مسقط، قال مبعوث الرئيس الأمريكي لليمن ليندر كينغ إن الحوثيين ليسوا مستعدين الآن للسلام أو التفاوض، وأنه سيعود للمنطقة عندما يصبحون مستعدين لذلك. وكشف ليندر كينغ لمركز أبحاث أتلانتيك كونسل الجمعة عن تقديمه لقيادة الحوثيين خطة شاملة لوقف إطلاق النار، وقال إن الولايات المتحدة تنتظر إشارة استجابة من الحوثيين بشأنها، إلا أن الحوثيين بحسب كينغ ما يزالون يعطون الأولوية للأعمال العسكرية في سبيل السيطرة على مدينة مأرب، فيما قال أن السعودية والشرعية اليمنية أبديا تجاوبا مع الخطة الأمريكية الأممية لوقف النار. وأضاف: لا يمكننا فرض حل في اليمن وجمع اليمنيين في قاعة واحدة، أمر صعب، سأعود إلى المنطقة على الفور حينما يكون الحوثيون مستعدين للمفاوضات. من جهتهم هاجم الحوثيون المبعوث الأمريكي ووصفوا خطته لوقف إطلاق النار بالشروط السعودية، وقال الناطق باسم الحوثيين محمد عبد السلام: لو كنا سنقبل بالشروط السعودية لقبلناها من السعوديين مباشرة دون الحاجة لوسيط أمريكي. ووصف محمد عبد السلام المقترحات الأمريكية بالسخيفة والتافهة في لقاء مع قناة المسيرة التابعة لجماعته، إلا أن إعلاميا حوثيا قال إن انتقاد عبد السلام للخطة الأمريكية لا يعني رفضها بالمطلق، وإنما يعني الرغبة في تعديلها. وقال الإعلامي في قناة المسيرة علي ظافر: ليس في لقاء عبد السلام مع المسيرة ما يعني رفض الحوثيين المطلق للخطة الأمريكية. وبحسب مراقبين فإن الرفض الحوثي للخطة الأمريكية والأممية لوقف إطلاق النار يتركز في رفضهم لوجود صندوق مشترك بإشراف أممي لإدارة ضرائب الواردات النفطية مقابل دفع المرتبات، حيث يرغب الحوثيون في الاستيلاء على هذه الموارد الضخمة وتسخيرها في المجهود الحربي. وكان الحوثيون قد سرقوا 200 مليار ريال من موارد المشتقات النفطية تم تجنيبها في البنك المركزي فرع محافظة الحديدة لدفع المرتبات بموجب اتفاق ستوكهولم، ويرفضون الآن الالتزام بالاتفاق فيما يخص ضرائب الواردات النفطية، فيما يضغطون لفتح ميناء الحديدة أمام وارداتهم النفطية دون مقابل، خاصة وأن كبار قادة الجماعة كناطقهم محمد عبد السلام ورئيس لجنتهم الثورية كمحمد علي الحوثي يعملون في استيراد المشتقات النفطية وبيعها للمواطنين بأرقام فلكية.
وبحسب المبعوث الأمريكي ليندر كينغ، فإن السلام في اليمن يتوقف الآن على مدى استعداد الحوثيين له، ولا يبدو أنهم بدون ضغط عسكري حقيقي في حساباتهم الجنوح للسلام والمفاوضات، فلا يعرف عن جماعة الحوثيين أنها قد جنحت للسلام دون أن تجبر على ذلك عسكريا، وهذا ما يبدو أن الجيش الوطني يقوم به الآن في أكثر من جبهة. أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، وأجدد الترحيب بك خطاب الروحاني في الاستوديو، وأيضا بالأستاذ عبد الغني الأورياني الباحث في معهد صنعاء للدراسات. وأبدأ معك أستاذ عبد الغني، هل تجد أن المعلن هو الحقيقي الآن؟ ربما هناك موافقات ضمنية قد تعلن قريبا من قبل الحوثيين وأيضا من قبل الشرعية وأيضا التحالف، على الأقل للقبول بالإعلان المشترك لوقف إطلاق النار. لا أظن ذلك. زيارة ليندر كينغ إلى عمان يبدو أنها كانت من باب التعارف أو شيء من قبل ذلك، لكن في واقع الأمر واضح أن الحوثيين ليسوا في وضع الذي يوقف إطلاق النار ما دام قواتهم على بعد كيلومترات من مارب. لن يعني يفكروا بوقف إطلاق النار إلا عندما يجدوا أن طريق التقدم العسكري أصبحت مغلقة. فما دام المعسكر الشرعي منقسم على نفسه ويعاني من سوء نوايا شريكه الرئيسي السعودية، فلا شك أن الحوثي بيستمر في المجهود الحربي بدلا من التفاوض على السلام. نعم، تجد أن الرفض الحوثي للمعلن للإعلان المشترك أو للخطة التي والأفكار التي طرحها المبعوث الأمريكي رفض حقيقي وليس هناك أي قبول ضمني أو سري لنقول؟ نعم، ليس هناك ما يبرر له القبول بهذا في الوقت الذي هو عسكريا لا زال في موقع قوي. لابد أن يستنفذ الجهود العسكرية أولا قبل أن يجنح إلى وقت إطلاق النار. هذا تفكير منطقي ويعني ومتوقع. نعم، ومتوقع من قبل الحوثيين. سأعود إليك. نعم. أستاذ عبد الغني خطاب، تتفق معه أن الحوثيين بالفعل حين يرفضون الأفكار التي طرحها المبعوث الأمريكي هم يرفضون ذلك صراحة ولا يضمرون أي موافقة ضمنية أو سرية كما يقال أو يشاع؟ أنا أتفق أنه فعلا الحوثيين الآن ما فيش عندهم أي سبب يدفعهم لوقف إطلاق النار أو للقبول بأي اتفاقية سلام، لأنهم في موضع قوة ويعتقدون أنه ما زال بإمكانهم أنهم يتقدموا إلى مارب ويعني يتقدموا عسكريا في كل الجبهات. وإن كنت أرى أن المتغيرات الجديدة في الساحة ودخول معدات عسكرية جديدة شافها الحوثيين لأول مرة سواء كان في حجة في تعز أو في مارب، ربما يدفع الحوثيين أنهم يعيدوا النظر في رفضهم التام للمقترح وقف إطلاق النار. وأعتقد هذا متغير. المتغير الثاني أنهم لم يتعودوا على لهجة قوية من قبل أي مبعوث أو مبعوث للسلام سواء كان من قبل المبعوثين السابقين للأمم المتحدة أو من المتغير الجديد اللي هو المبعوث الأمريكي. ونعتقد أنه رمى الكرة في ملعب الحوثيين لأول مرة، والحوثيين نعتقد في شيئين بيفكروا فيه حتى الآن بوجهة نظري. أولا أنهم لابد أن يتعاملوا مع الرؤية الأمريكية على اعتبار أنه ليس فقط أمريكا وراءها، إنما ستحشد من وراءها الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي وبما في ذلك أيضا المبعوث الأممي، وتأثير المبعوث الأمريكي سيكون كبير على المبعوث الأممي، خصوصا أنه تبنى الإعلان المشترك الذي عده غريفيث. نعم بالضبط. وبالمناسبة الإعلان المشترك صاغه الحوثيين أو يعني كان الحوثيين طرف رئيسي في صياغته، ساهموا فيه وفي معظمه لصالح الحوثيين. ويعني باختصار هو يعني يدعو الحكومة لإعلان استسلامها. لكن بغض النظر أعتقد هذا متغير. المتغير الثاني أن المبعوث الأمريكي سيحشد وراءه الإعلام الدولي، يعني الآن هذا لأول مرة يصرح المبعوث الأمريكي. هل تجد لغته قوية؟ لغة قوية؟ أنا أعتقد أنه لغة واضحة ولغة قوية، أنه قال الحوثيين أن اتفاقية السلام أو وقف إطلاق النار يعتمد على قبول الحوثيين لهم على اعتبار أنه الحكومة وافقت وهي طبعا في موقف يتيح لها هذه الموافقة، بينما الحوثي في موقف لا يستطيع. ولماذا لا يستطيع؟ يعني على اعتبار أنه متقدم عسكريا يعني في الميدان. وإذا هناك أيضا محاولة لحفظ ماء الوجه على اعتبار أنهم لا يريدون أن يرضخوا لمقترح أمريكي وهم يرفعون شعار الموت لأمريكا ومحاربة العدوان الأمريكي بين قوسين.
وهذا ممكن أن يضعهم في موضع ممكن يكونوا فيه أكثر مرونة خصوصا من خلف الكواليس. ربما كان هناك موافقة ضمنية أو على الأقل أو ربما في الأيام القادمة خصوصا مع التصعيد العسكري الجديد أن يفكر الحوثيين جديا بهذا المقترح وهو في صالحهم عموما لإعادة ترتيب صفوفهم. وعموما الحوثي حتى ولو وافق على إطلاق النار هو سيكون هدف تكتيكي بالنسبة له أو موافقة تكتيكية لإعادة بناء قواته ولإعادة يعني ترتيب نفسه. نعم، وسيعود ربما لترتيب هجوم عسكري آخر. سأعود إليك خطاب، وأيضا من واشنطن أستاذ عبد الغني، المبعوث الأمريكي قال أنه ينتظر إشارة من الحوثيين وأن الحوثيين هم من يعيقون ربما القبول بالإعلان المشترك. ما الذي يملكه المبعوث الأمريكي وحتى أيضا أمريكا بكلها فيما يخص الدفع بعملية السلام؟ المبعوث قال أنه لا يستطيع أن يفرض على اليمنيين أن يجلسوا على طاولة المفاوضات. نعم، صحيح. هذا صحيح. ليس لدى الولايات المتحدة ولا حلفائها أي نفوذ ذا شأن على الحوثيين، وبالتالي لا يستطيع أن يؤثروا عليهم. الأمم المتحدة أصدرت قرار 2016 الذي يجرم الحوثي، وبالتالي فقد المجتمع الدولي أي قدرة على النفوذ والتأثير على قرار الحوثي. فبالتالي يعني ما غير الانتظار إلى أن يستنفذ الحوثي قدرته العسكرية لكي يكون جاهز للجلوس على طاولة المفاوضات. نعم، يستنفذ قدراته العسكرية، ومتى قد يحين هذا الظرف؟ هل بعمليات عسكرية منظمة من قبل الشرعية، من قبل التحالف، أم ماذا؟ يعني ننتظر تصعيدا عسكريا حتى يرضخ الحوثي مثلا؟ والله لو راجعنا أداء الحكومة المعترف بها دوليا وحلفائها بقيادة السعودية في خلال 6 سنين الماضية لن تكون لدينا توقعات عالية لأدائهم العسكري، ولو أنهم في خلال الفترة الماضية في خلال الأسبوعين أو 3 أسابيع الماضية قد غيروا من أدائهم بشكل كبير، هل سيستمر ذلك أو لا؟ هذا أمر خاضع لهم. نعم، وعلى هذا التصعيد. لكن فيما يخص الحوثيين، الصحفي والإعلامي في المسيرة الذي أجرى المقابلة مع عبد السلام قال أن عبد السلام لا يعني الرفض، وبالمناسبة عبد السلام أعاد التغريدة لهذا التوضيح من قبل الإعلام. تجد أن الحوثيين ربما يتركون بابا مفتوحا مع الأمريكان أو ماذا؟ طبعا الحوثيين حريصين كل الحرص أنهم يترجموا مكاسبهم العسكرية إلى مكاسب سياسية، وهذا لا يكون إلا على طاولة المفاوضات. ولا شك أنهم مبسوطين جدا أن الأمريكان دخلوا بشكل فعال في هذه المفاوضات، مش لكي يتفقوا مع أمريكا، لكن لكي تيسر لهم الإتفاق مع السعودية. في كل الأحوال العامل الفاعل والحاسم في هذا الأمر هو وضع الحكومة المعترف بها دوليا والتي أساءت إلى نفسها بفسادها وانقسام أطرافها وضعفها. إذا لم تغير من هذا فأنا أرى نهايتها فقط محتمة، والحوثيين على أطراف مدينة مأرب إذا استطاعوا أن يحصروا أن يقطعوا الطرق إلى مدينة مأرب، وأنا متأكد أنهم لا يستطيعون يحتلوها بالقوة، ولكن إذا استطاعوا أن يحاصروا المدينة ويقطعوا الطرق يصبح موقف الحكومة الشرعية في نظر العالم في نظر المجتمع الدولي صعبا جدا جدا. وربما هم يراهنون على العمل العسكري ربما ليقبلوا. أين اعتراضات الحوثيين في الإعلان المشترك؟ ما الذي لا يعجبهم فيه؟ هم لا زالوا يناقشوا أنهم هم الوحيدين الذين يتحدثون باسم اليمن ويتحدثوا مع السعودية والأطراف الخارجية ولا يعترفوا بالحكومة المعترف بها دوليا كطرف، وهذا موقف متشدد لم يصلوا إليه إلا مؤخرا في خلال السنتين الماضية نتيجة لسوء أداء الحكومة. نعم، يريدون التعاطي مع السعودية كطرف
يمثل اليمن ولا يريدون الجلوس مع الحكومة الشرعية. سأعود إليك أستاذ عبد الغني وأطرح لك هذا السؤال، تجد أن هذه النقطة التي لا يريد الحوثي التوقف عندها أن تعاطى مع أطراف محلية، وإنما يريد الاتفاق باسم اليمن كما يقولون مع السعودية؟ هو يحاول ذلك، لكن عموما أعتقد أنه بيستفيد الآن من الضغط الدولي على السعودية والموقف المتشنج الأمريكي ضد السعودية. نعم. لأسباب يعني لا تتعلق بحرب اليمن باعتقادي، يعني أسباب أخرى. وبالتالي الحوثي يحاول أن يستفيد من هذا الضغط، يحاول أن يقدم نفسه على أنه ممثل لليمن، ويعني هناك حقيقة أشياء كثيرة تساعده في هذه النظرة أو في هذه في هذا الموقف. أهمها أنه الشرعية أداءها طبعا مخزي، يعني مخزي حقيقة. لكن هو شوف، دائما نعود إلى نقطة أن الحوثي لا يمكن أبدا أن يقبل بسلام، حتى ولو قبل وقف إطلاق النار هو سيكون وقف مؤقت، حتى لو قبل اتفاق السلام سيكون يعني سلام مؤقت. الشيء الوحيد الذي بيحرك الحوثي هو الانتصار العسكري من قبل الشرعية، التحرك العسكري، الهزيمة العسكرية، سواء كانت هزيمة كاملة أو هزيمة على الأقل تؤهله لأن يقبل باتفاق السلام، أو تؤهل الشرعية لأن تكون طرف قوي في طاولة المفاوضات. هو الحقيقة هو ما يفعله الآن في مأرب وفي تصعيده الأخير لم يكن بهدف تقوية أوراقه، إنما بهدف تصفية الأوراق وبقائه وحيد في الساحة وتعميد بقائه كقوة عسكرية وحيدة في اليمن. ولذلك يعني ما بيفهموش حقيقة أنه ولا استطاعوا يستوعبوا أن الشرعية ممكن أن تستعيد قوتها، وهم الآن في سكرة القوة، وهذا بيساعد حقيقة لحمقهم الأخير تصعيدهم على مأرب. كان سببه تصعيد على السعودية أيضا، تصعيد على السعودية، وهذه قراءة خاطئة حقيقة الموقف الأمريكي المتشنج ضد السعودية. ظنوا أنهم يعني يمكن أن يستغلوا هذا. وشوف الآن تغيير في الموقف الأمريكي، سواء كان من ناحية الدعم الأمريكي للسعودية أو اللهجة الشديدة ضد الحوثيين. ونعتقد أنه برضو يعني هي صحوة متأخرة من قبل الإدارة الأمريكية التي جاءت محملة بوعود انتخابية بأنهم فقدوا أوراق الضغط. كان بإمكانهم أن يتلاعبوا في مسألة موضوع تصنيف الحوثيين، لكنهم لم يعد لديهم أي ورقة ضغط. وأنا يعني أعتقد أنه قرار مجلس الأمن، وهم الآن يحاولوا قدر الإمكان أنهم يعني يمكن يتوصل، إذا نجح وقف إطلاق النار يمكن أن يبنوا على الإعلان المشترك، إذا فشل وقف إطلاق النار أو فشلت أو رفضت الأطراف وقف إطلاق النار يمكن أن يعودوا إلى مربع القرار مجلس الأمن ويحاولوا تغييره. ونعتقد أن هناك قراءة خاطئة في هذا الموضوع، يعني تتعلق بأن الحوثيين الآن أن قرار مجلس الأمن يكبل الأمريكان ويكبل المبعوث الأممي في نعم. ربما هناك حديث عن الرغبة في تغيير قرار مجلس الأمن، هذا متاح ممكن؟ هو الآن في النهاية يعني ما فيش حد ممكن يقول لهم لا، أو ما فيش طرف ممكن يضغط لتغيير القرار، لإبقاء قرار مجلس الأمن السابق. هل هناك طرف يتحمل مسؤولية تغيير القرار؟ هم يعتقدوا أعتقد بمعلومة خاطئة أو بتحليل خاطئ. هو ممكن يعني يتغير، يعني تغييره يعني أمر واقع، خصوصا أنه لكن يتطلب موافقة الدول الخمس، ربما بريطانيا قد تعترض في تو مثلا، لماذا أو فرنسا لصالح السعودية؟ ما أعتقد شنو، حتى السعودية أعتقد هم الآن في وضع يريد أن يحفظوا ماء وجههم ويخرجوا من الحرب اليمن متورطين. هي مشكلتنا تعود برضو إلى النقطة الأساسية، الشرعية أفقدت قرار مجلس الأمن قيمته، أفقدت حتى هذه الدول التي دعمت الشرعية لفترات طويلة صارت محرجة، سواء كانت أمام لطول الحرب، لطول الحرب، المأساة الإنسانية، الأداء السيء، لسمعة السعودية، لسمعة الشرعية، الفساد المهترئ، لعدم مسؤولية الشرعية. هذا كله يساهم في أنه الجميع، لكن ربما يبدو الوضع على المختلف، الجبهات تحركت، السعودية ربما استفزت كثيرا بالهجوم الحوثي الأخير. نعم، لكن هناك أيضا قراءة خاطئة من المجتمع الدولي لتأثير قرار مجلس الأمن، يعتقد أنه يكبل المبعوث الأممي، وأنا ما أعتقد أنه يكبل، بالعكس أي تغيير القرار مجلس الأمن هو اعتراف يعني واضح بواقع الحوثيين وانتهاء شيء اسمه شرعية، وبالتالي انتهاء شيء اسمه جمهورية. أنا لازم لابد أن ندرك هذا الشيء، انتهاء شيء اسمه ديمقراطية، انتهاء مؤسسات ديمقراطية الأحزاب السياسية. نعم، إذا تجد أن الإعلان المشترك بالفعل لن ينجح الآن ولن يكون هناك موافقة عليه، قراءة للتصريحات المعلنة من جميع الأطراف. صحيح، أنا لا أعتقد أنه الإعلان المشترك هو يعني لغير مقبول لا من الشرعية بالدرجة الأساسية، لكنها تعلن أنها تبدي قبولا به. لا أعتقد أن الشرعية أبدت أي قبول فيها، هي أبدت قبول فقط في وقف إطلاق النار، لكن كإعلان مشترك هو مرفوض، وأيضا هو غير متماسك. يعني عموما الإعلان المشترك لما تقرأه متناقض مع نفسه يعني، وحتى الحوثيين لما طرحوها ولما حاولوا التأثير في صياغة هذا الإعلان يعني لم يكن يتوقع أن يتبناها المبعوث الأممي. وذلك تجد المبعوث الأمريكي غير متحمس، لكنه لا يوجد أيضا خطة بديلة،
هو شاف فهو يدعم خطة جاهزة فيدعم في سياق بالضبط. لكن ليس هناك من يقول أن السبب رفض الحوثيين هو الموارد لضرائب النفط مثلا في ميناء الحديدة وأيضا لبنك الحديدة وفق ستوكولم يريدون تغيير هذه الجزئية وتعاطوا كدولة ذات موارد سيادية. ولذلك نرجع للنقطة الأساسية، ماذا يريد الحوثيين من وقف إطلاق النار أو من الإعلان المشترك أو من اتفاقية السلام؟ يريدوا فقط تطبيع أوضاعهم وتعميد بقائهم كقوة عسكرية مسيطرة على اليمن متحدثة باسم اليمن. يريدوا أن يعني فقط أن يعترف المجتمع الدولي بهم، لكن يعني التزام حقيقي بوقف إطلاق النار لا أعتقد أن هذا ممكن. يعني لن يلتزموا ولن يقبلوا حتى، لا يمكن أن يقبلوا. لا يعني الضغط الأمريكي هل سيؤتي أكله؟ والله شوف، أنا قلت لك إنه في نقطتين يعني يمكن أن تؤثر في مسار قبول الجماعة الحوثي بهذا بوقف إطلاق النار أو باتفاقية السلام. الضغط الإعلامي الذي يمكن أن يشكله دفع المبعوث الأمريكي ورمي الكرة في ملعب الحوثيين. الشيء الثاني أيضا أنه ربما الضغط العسكري الميداني يمكن أن يكون مخرج لجماعة الحوثي أن تقبل وقف مؤقت لإطلاق النار وتبدي التزاما على الأقل وهميا أمام المجتمع الدولي أننا أيضا لدينا مشروع سلام وليس فقط مشروع عسكري. وهذا نعتقد وهذا مهم. يعني ربما هل تقدر الأمريكان قد يسمحون بالضغط العسكري مثلا إذا قلنا أن الأطراف الدولية هي التي تعيق الشرعية في أوقات سابقة أو حتى التحالف كما يقال؟ أول شيء الأمريكان وغير الأمريكان لا أعتقد أنهم في وضع الآن يتيح لهم الدعم العسكري، يعني الدعم العسكري أو على الأقل غض الطرف عنه لنقل. ربما يتوصلوا لهذه النقطة، لكن حاليا لا يوجد، الحسابات العسكرية انتهت من قبل يعني لدى جميع الدول اللي تسمى المجتمع الدولي. خلاص يعني 6 سنوات من الفشل الذريع ومن الدعم وغض الطرف لم تؤدي إلى نتيجة. لكن يمكن أن يؤدي حمق الحوثيين المستمر، ونحن دائما نكون نعول على حمق الحوثيين في كل مرة، يعني كلما يكون قد الشرعية يعني في طريق الانتهاء يظهر الحوثيين بحمقهم الذي ينقذ الشرعية حقيقة وينقذ جميع القوى. فهذا ممكن أن يؤدي حقيقة إلى تغيير وجهة النظر لغض الطرف، لكن ليس لدعم عسكري. لغض الطرف لضغط معين لجلب الحوثيين إلى طاولة الحوار وليس إلى هزيمته كما يتوقع البعض. خطاب، حين يقول المبعوث الأمريكي أنه لن يعود إلى المنطقة إلا إذا استعد الحوثيين للسلام، تجد أن هذا الورقة هي قوة له أم إضعاف؟ الحوثيين يستجيبوا سيظل المبعوث غائبا عن المنطقة وهذا ربما لا يمنعه القوة. هو يعني يعبر، هي رسالة قوية، رسالة واضحة منه. ما الذي سيفعله إن لم يستجب الحوثي؟ يعني عموما أن الأمريكا ليس بيدهم شيء، وكما قال يعني لا تستطيع أي قوة أن تفرض نفسها على اليمنيين أو تفرض حلولا على اليمنيين. لذلك من المهم أن تقرأ تصريحات السفير الأمريكي أو المبعوث الأمريكي على أنه ليس إنقاذ الحوثي، لأن هناك كثير الآن يبدأوا نعم يريد إنقاذ الحوثيين. يعني مع التقدم العسكري للشرعية والجيش الوطني الآن الأمريكان يريدوا أن ينقذوا الحوثيين. لا ما أعتقدش هذا. التصريح الأمريكي هو تعبير عن غضب أو تعبير عن احتجاج لصلافة الحوثيين ويعني تفضيلهم للخيار العسكري وأيضا حمقهم، وبالتالي يمكن أن يؤدي هذا إلى ضغط، لأنه الآن إذا توقفت الأمور عند رفض الحوثيين لوقف إطلاق النار جميع المجتمع وسائل الإعلام الدولية والمجتمع الدولي وكل الذي سيسلط الضوء على الحوثيين سينتظرون لرد إيجابي من الحوثيين، والحوثيين لا 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 يمكنهم في هذه اللحظة أن يتحملوا تكاليف عدم التعامل بإيجابية مع المقترحات الأمريكية والمقترحات الأممية. لابد أن يقدموا شيء، لابد أن يعملوا شيء، وأنا أعتقد أنه هي مسألة وقت وسيظهر الحوثيين أيضا بعد تراجع العملية العسكرية قد يقبلون بوقت الأطنار. حتى مع استمرار طبعا إذا الموضوع استمر بالنسبة لهم هجومهم ونجح هجومهم على مارب الموضوع كله سيختلف، لكن ربما مع في حال فشلهم ينقل هي مسألة وقت. الجميع يعتقد أنه إذا استطاعت مارب أن تشتري وقت أطول سيرضخ الحوثيين ومع التصعيد العسكري ربما يقلب كل الطاولة، سواء كانت القبول الحوثي أو الهرولة الحوثية لوقف إطلاق النار. ربما يهرول فعلا وقف إطلاق النار خصوصا مع انهيار الجبهات إذا حصل دعم حقيقي من السعودية. نعم. وهذا الشيء الذي لا أفهمه، يعني السعودية معها، لكن هناك يبدو أن هناك عملية عسكرية نوعية حصلت ربما صحيح بالطيران وما إلى ذلك. يعني يقال أن هناك متغيرات جديدة في الميدان، وأعتقد أنه هذه المتغيرات الوحيدة اللي يمكن أن تراهن عليها. غير كذا يعني الحوثيين في موضع قوة،
يضغطون ولا شيء قد يجبرهم على وقف الأقل. والمجتمع الدولي أيضا على النفس عالي ضد السعودية وضد الدول التحالف، والسعودية أيضا منحكة بملفات كثيرة لا تستطيع أن تستمر في الحرب، لذلك يجب علينا كيمنيين وكشرعية يعني قوة سياسية منضوية تحت لواء الشرعية أو تحت أو مناهضة للحوثي أن يدركوا لهذه النقطة، لابد أن يكون هناك استراتيجية يمنية خالصة. المقاومات الشعبية الآن التي بدأت تظهر مثلا في تعز أليست خيار؟ وهذا خيار مهم، هذا بالعكس يعني أنا أعتقد أنه هناك لابد من مقاومة على مستويات متعددة، مقاومة شعبية. هذا النفير العام الذي يعلن في تعز رسالة واضحة بأنه هناك رفض شعبي ضد الحوثيين، وهناك أيضا نحن بحاجة أيضا لجبهات أخرى، جبهات مقاومة، جبهات دبلوماسية وجبهات إعلامية، ليس فقط للبروباغندا. يعني الموضوع يحتاج إلى إعادة تعريف القضية اليمنية وتقديمها للعالم. يعني الآن المجتمع الدولي لما يتكلم عن اليمن أو الحرب في اليمن لديه طرفي صراع، يعني طرفين الحوثي والسعودية، ويعتقدوا أن بقية تفاصيل عند السعودية. نعم. وبالتالي إعادة تعريف القضية اليمنية بالمتغيرات الحالية. إنها يمنية في الأصل وليست. بالضبط. وأنه هذه في الأخير طرف، حتى لو الشرعية اللي ممثلة بالرئيس هادي وقعت على اتفاقيات لا تستطيع أن تفرضها، لأنه هناك قوى كثيرة. الشرعية شرعية مصالح وليست شرعية شخص. إذا استطاع هذا الشخص أن يلبي مصالح القوى المحلية فهو شرعي. لذلك المجتمع الدولي لم يدرك بعد لهذه القضية، ولن يدركها إلا إذا كان هناك استراتيجية وطنية خالصة تعيد تعريف القضية اليمنية وتقدمها للمجتمع الدولي بطريقة صحيحة. يعني خطاب الروحاني، شكرا لك. وأيضا أعزائي المشاهدين، لم نتمكن من الاتصال بعبد الغني لورياني، ربما قطع الاتصال معه، أشكره أيضا. ونذهب إلى فاصل ومن ثم نعود أيضا لمواصلة حديث المساء وأيضا تأثيرات الجريمة الحوثية بحق المهاجرين الأثيوبيين في الداخل الأثيوبي وأيضا تأثيرتها على الجالية اليمنية هناك. وسيكون معنا الأستاذ جمال أنعم الملحق الإعلامي في سفارتنا في أديس أبابا، فابقوا معنا.